وفي الملف الاقتصادي اتفقت وزارة الثروة الحيوانية واتحاد غرف منتجي الدواجن على اتخاذ جملة ترتيبات من أجل تطوير القطاع لأغراض الاستهلاك المحلي والصادر. وأعلن وزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله استعداد الحكومة لاتخاذ الخطوات اللازمة لتطوير القطاع ونهوض بالإنتاج، وأشار الوزير إلى توفر البنيات التحتية التي ستسهم في زيادة الإنتاج الحيواني، كما بحث الاجتماع القضايا التي تواجه قطاع الدواجن بالسودان. وقف والي الجزيرة أحمد الحنان على المساحات الزراعية لهذا الموسم بمنطقتي رفاع وتنبول التابعتين لمحليتي شرق الجزيرة، وذلك للاطلاع على بداية حصاد الزراعة المطرية بالمنطقة لمحاصيل الذرة، السمسم وحب البطيخ، إضافة إلى المحاصيل النقدية الجديدة التي يمكن زراعتها خلال الموسم القادم والتي تتمثل في زهرة الشمس، وذلك من خلال البذور المحسنة والتقنية الحديثة. وأكد الوالي أن إنشاء السدود نتج عنه زيادة في المساحات بسهل البطانة، ووعد بمعالجة المشاكل التي تواجه المزارعين. قال والي جنوب دارفور هاشم خالد إن نجاح الموسم الزراعي بالولاية سيكون له دافع كبير في معالجة مشاكل الاقتصاد القومي من خلال الإنتاج الوفير الذي تحقق للمزارعين من مختلف الحبوب الزراعية، خاصة محصول الفول السوداني. وأوضح في احتفال الولاية بعيد الحصاد الذي أقيم في محلية السلام إن تقدما كبيرا تحقق من الخطط الزراعية التي وضعت، بحيث تجاوزت المساحات المزروعة 9 ملايين فدان، وذلك بفضل الترتيب الجيد لوزارة الإنتاج مبكرا، معلنا عن قيام ورشة لتقييم الموسم الزراعي للوقوف على الإيجابيات ومعالجة السلبيات مبكرا. تتأهب بورصة سوق محصولات النهود العالمية بولاية غرب كردفان لافتتاح موسم المزاد الجديد يوم السبت المقبل، ويتوقع أن تشهد أسعار المحاصيل هذا الموسم ارتفاعا ملحوظا يحفز المنتجين على زيادة الإنتاج ويعمل على تشجيع عملية الصادر. هذا العام